سلطانة تعي 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 لعندي تعي. انتي شو اللي جابك لهون؟ وشو دخلك؟ كيف شو دخلني؟ مين اللي سمح لك تطلعي من القصر؟ بصراحة أنا أجيت مشان السلطانة هوري جيهان مريضة ولهيك أجيت لحتى شوفها. وما في حدا غيرك ليداوية؟ جبت لنا مرهم جديد. خلاص على المرهم قال سنبول آغا تركه وتعال لعندي. سلطانة يلا روحي على شغلك يلا. سلطانة ألفت خانو خير يا هيام. بتوقع اجيتي لهون لتحكيني بموضوع مهم؟ بصراحة من زمان كنت حابة انه زور حضرتك واليوم لزبطت معي. سلطانة الحمد لله على سلامة صغيرة ومعافاية ان شاء الله. ليش؟ شو صار؟ مو سلطانة الصغيرة هوري جيهان مريضة؟ هيك قالوا لي. شو هالحكي سنبول؟ هي فوق عم تلعب مع أخوها وما فيها شي. لكن سامحيني يا سلطانة بيجوز كون متوهم. ليش اجيتي يا هيام؟ واضح انه مو قادر ينساها. هالحكي كله كذب. مدام انتي مو صدقتيني فيك تروحي وتتأكدي. كيف كان لقائك مع الباشا؟ منيح. شو بس هيك بدك تقولي؟ طلبتي روح أحكي مع الباشا وأكسب قلبه مرة تانية. وشكله في أمل يا سلطانة. والله جد؟ سألته لأعرف كم معلومة قام سكت وما جاوبني. واضح إنه محبتي لهلأ لساته موجودة بقلبه. شو صار بعدين؟ راح. مدام هيك حاولي انه تظهري كل مهاراتك خليه يعشقك مرة تانية. فيكي تروحي. نازلي تأكدي اذا السلطانة خديجة راحت. شوفي شو اللي صار. امرك يا سلطانة. دستور حضرة السلطان سليمان المعظم. سليمان أهلا وسهلا. جيهان جير كيف صار؟ أحياناً عم ينوجع بس هو الحمد لله منيح. منيح. بعد شوي رايحة لجهز حالي لأنه اليوم ليلة الخميس. أنا كتير حابة أنه أكون معك اليوم. سلطانة هاي مجوهراتك. في شي خبر من السلطانة خديجة؟ لهلأ ما في خبر سلطانة. شو صاير معي يا ترى؟ يلا ما رح خلي شي يزعجني بنوب هاي الليلة. عفوا سلطانة بس جلالة السلطان مشغول هلا. فهمني مين اللي عنده سلطانة؟ اللي مين؟ فيروزة خانم يا سلطانة. Thank you.
يا رب ساعدني يا رب، بعادوا عني وصدوا إلي عم يقتلني. يا رب ساعدني، دموعي ما عم تنشف من كتر قهري ووجعي. ليش عامل هيك يا رب؟ سنين طويلة وأنا عم ابني هالعشق وهو بلحظة واحدة هدم كل شيء. قلبي كان وفي لحبه وعشقه وهو خان قلبي اللي شاريه. يا رب بعت كل الناس لأجله وهو باعني وخلى كل الناس تشمت فيه. يا رب هو عاهدني ووعدني وقال لي مستحيل يجي يوم واتخلى عنك. انت قدري يا هيام، انا ما فيني غير قدري. كيف هيك صار يا رب؟ ساعدني، انا ما فيني اعيش لحظه واحده بدون حبه. سليمان انا عشقتك بجنون وما حبيت غيرك. ليش اخترت البعد عني؟ ليش جرحتني؟ جرحك يا سليمان مو بس بكاني ودبحني. أنا من اليوم ما عاد قلك حبيبي، لأنه في وحدة تانية بقلبك. حبيبتك هيام من اليوم ما لها موجودة. يا رب سامحني، ما فيني أتحمل، ما فيني أتحمل فراقه، ما فيني أتحمل ظلمه، ما فيني أتحمل العذاب. ما رح أقدر شوف وحدة تانية عم تقاسمني حبه وحنانه. خلاصتي الوحيد. أنا تعبت من الغربة، يمكن صار لازم أرجع لأصلي. يا رب خليني أروح لعند عيلتي، خليني أروح لعند ناس بيشبهوني. رح أعيش أيام سودا لأني ما رح أسترجع حبيبي. هاي هي سنة الحياة يا هيام، بعد الربيع أكيد رح يجي الخريف البارد. يمكن صار الوقت اللي لازم يوقف قلبي فيه عن الخفقان وترجع الروح لخالقها. يا رب سامحني، سامحني يا رب. سلطانة، شو هذا اللي عم تساوي؟ انت كيف هيك بتصغي بروحك؟ اصحي يا سلطانة، حضرتك عندك 5 أولاد، معقول تقتلي حالك وتتخلي عنهم بهالسهولة؟ عفيفة خانم، حضرة السلطانة، سلطانة لا تخافي يا سلطانة، أنا هون جنبك. سلطانة، أظن أنك مبارح كتير زعلتي، يمكن لأنه قضيتي الليلة لحالك. حضرتك عملتي معي اتفاقية يا سلطانة، حضرتك قلتلي أنك مستعدة تشربي السم إذا أثبتتلك أنه عشقك انتهى. مزبوط، أي هيك قلتلك. أخذت منك خلوة ليلة الخميس،
وهالشي أكبر إثبات إنه عشقك انتهى. لساتني عند وعدي. لو إنك فعلاً سويتي اللي قلتيه وقتها كنت رح سلم بالهزيمة. وهالشي صار. أنتي عمين عم تضحكي يا خانم؟ مولاي السلطان رجعك عقودتك مبارح بالليل. أنتي رح تقتلي حالك على الفاضي يا سلطان، وهالتصرف ما كان له لزوم بنوب. اسمعيني، مولاي السلطان رجعها لفيروزة وما سمح لها تقضي الليلة معه. عفيفة قولي الحقيقة. هذا اللي صار يا سلطان. السلطان بعتها من عنده من وقت ما حضرتك رحتي من هونيك. الخلوة ما صارت. وحتى لو ما صار شيء، المهم إنه السلطان طلبني إلي. يعني ما طلبك يا سلطانة؟ مو مهم يا فيروزة إنه يطلبك، المهم تبقي هونيك. شو فايدة هالحكي؟ أنا اللي رح أربح، ولسه في قدامنا كتير أيام خميس. بكرة أو بعده حيمل منك، فأحسن لك لا تتوهمي. سنبول لوين راح؟ راح ورا هديك الداية يا سلطانة. مو مشكلة، هالمرة الداية أكيد عم تخبي شي. يعني لو كانت السلطانة خديجة حامل ليش لتخبي؟ سنبول آغا عم بيدور على حجة ليطلع برا يا سلطانة. سلطانة، شو هالزيارة المفاجئة؟ اجيت مشان شوف السلطان، قلت بالمرة بمر عليكي وبشوفك. الأفضل إنه تشوفي فيروزة، لأنه بهالفترة هي بحاجة لعقلك، لأنه لولاكي ما كانت وصلت للسلطان. بعرف شو عم تساوي يا هويا، عم تستغلي طيبتها وضعفها للمسكينة فريال لحتى تنصبي فخ لزوجي. بس لمعلوماتك أنا واثقة فيه لإبراهيم، وأكيد ما رح وقف عند هيك ألعاب تافهة. سلطانة، كل شي ببلش بهيك ألعاب. شرارة واحدة بتكفي لترجع تولع النار جواته. وهالشرارة هي مستحيل تولع يا هويا، لأنه اليوم قررنا أنا وزوجي نزوج رستم آغا لفريال خانو. سلطانة. سنبول، إذا ما عندك خبر منيح وبيفرح روح فورا. روحي واصلة لرأس مناخيري. فريال ورستم آغا رح يجوزون لبعض. هاد اللي ما كنت حاسب حسابه، بس بظن إنه هاي الشغلة لمصلحتنا. على القليلة فريال رح تتزوج واحد منا ورح نشوف ولادها عن قريب. شو رأيك؟ مصر إني اتفشش فيك، ما هيك؟ رح يضربوا عصفورين بحجر، فريال ورستم آغا. سلطانة، شو بدك؟ اليوم عرفت شغلة يا سلطانة، والله لتنهز الأرض تحت رجليكي. وهيك بكفيني. Thank you.
هي بنت الست فريال مو هيك؟ سلطانة بسرعة جاوبيني، هي بنت فريال وابراهيم باشا ولا لا؟ ردي. نازلي مري سلطانة، دوري على فريال وجيبيها. بأمرك يا سلطانة. سلطانة تعالي فريال قربي. موضوعي أكيد صار إليك خبر فيه. عن أي موضوع عم تحكي؟ السلطانة خديجة بعتت وراي، وكان إبراهيم باشا موجود هنيك كمان، وبعدين إجا رستم آغا، بدهن أنا ورستم آغا نتزوج من بعض. عندي خبر. معقول الباشا لساته بيحبك لليوم؟ كنتي عم بتموتي وقت اللي أنا جبتك لهون، كنتي مدمرة ومنتهية من الحزن والأسى لأنهم كانوا أخذين منك بنتك. لشو عم تذكريني بهالموضوع يا سلطانة؟ ما بظن هالموضوع لسه منه فايدة، لأنه أنا ما ضل عندي روح. وهلأ أنتي بحاجة لترجع لك روحك مرة تانية. عفواً يا سلطانة، ما فهمت أبداً شو بتقصدي بهالكلام. تجوزي رستم آغا يا فريال، أحسن ما تضلي هيك بلا روح. تجوزي وخلي روحك ترجع لك، وهالشي رح يطيب لك كل جروحك. طلبتيني لهو مشان تقلي لي هالشي؟ لا تحاولي تكذبي علي، أنا بعرف من قبل قدي أنتي مهتمة برستم، وهالزواج رح يكون مكافأة بدل ما يكون عقوبة. رستم له مستقبل كبير، وإذا بتتجوزي للأغا رح تصيري قوية، ويمكن رح تقدري تواجهي أعدائك. بس اللي حابة أنا أعرفه، هالقرار كيف طلع؟ الموضوع بسببي يا سلطانة. أنا قلت له للباشا يزوجني منه، وقلت له إنه مديون إلي بهالشي. وقتها سكت وراح بدون ما يجاوبني. فكرته غار علي بوقتها، وقلت لحالي إنه ما رح يسمح أبداً بهالزواج. بس غلطتي، من رأيي ما تثقي بهذا الزواج يا فريال. أنا متأكدة إنه هالزواج رح ينتهي بثلاث كلمات: طالق طالق طالق. ممتاز، ما بدي حدا يعرف بالموضوع، حتى فريال، وخاصة هي مو لازم تعرف يا سنبل. يعني لحتى أحصل على اللي بدي إياه. عرفت شي إبراهيم باشا وين هلأ موجود؟ هو هون بالقصر يا سلطانة. إبراهيم باشا؟ سلطانة هيام، صرنا زمان ما شفنا بعض، إن شاء الله صحتك منيحة. صرت أحسن بشوفتك. ما
مولاي السلطان فاضي إذا جاي لعنده. فيروزة خانه مو عنده هلأ. مو كتير مهم إن تكون هون، بس فريال هون مو هيك؟ شو مفكر رح تخلص منا إذا زوجتها لرستم؟ ولا بس مشان الناس رح تزوجها وبس يطلقها ترجع بتاخدها لعندك؟ سلطانة لا تتدخلي بأمور ما بتعنيكي. لو بتعرف شو صار بهداك اليوم. أي يوم؟ يوم اللي ولدت فيه فريال. جاكم بنت وقالوا إنه ولدت ميتة، وهالحكي أنت صدقته أو بالأحرى حبيت تصدق. لمعلوماتك يا سلطانة، السلطانة خديجة مستحيل تقتل بنت صغيرة. الحق معك، وأنا مو مصدقة مستحيل إنه تكون قتلتها. بهيك حالة في احتمالين، وأنت فكر بواحد منهم، يا هي ولدت ميتة مثل ما عم بيقولوا، أو لساتها عايشة والسلطانة مخبيتها. باشا، إبراهيم باشا، شو بدك مني بآخر هالليل؟ سلطانة وينها بنتي؟ بعرف إنه لساتها عايشة. إيه مزبوط، هي لساتها عايشة وما شاء الله عليها كتير حلوة، ومتأكدة إنك رح تحبها لأنها بتشبه أمها. وين موجودة هلا؟ بمكان بس أنا اللي بعرفه. لا تخاف، هنن كتير عم يهتموا فيها. ويام وين بنتي؟ بنتي بدي إياها. أكيد رح أعطيك إياها، بس إيه شبكي؟ خلصيني قولي سلطانة. فيروزة، بدي فيروزة تروح من هالقصر بأسرع وقت. بدي تبعتها بحيث إنه ما ترجع لهون أبدا يا باشا، وقتها بوعدك إنه تحصل على بنتك. شلون بتساوي هيك أنتي؟ كيف بتستخدمي طفلة بريئة بهيك لعبة؟ السلطانة خديجة هي اللي جابت فيروزة لهون لحتى تقهرني، وانت بدورك كمان عم تحميها لهالمره. فبنصحك انت وياها روحوا انشغلوا بمشاكلكم احسن ما تنشغلوا بحريم الجناح الخاص لمولاي السلطان. سلطانة، نفذ يلي عم بطلبه. فيروزة بدها تروح، شوف لك شي طريقة. قولوا له لشكري آغا يعمل لي شراب زنجبيل، راسي كتير عم يجاني. أمرك يا سلطانة. لا تنسوا الحليب بالعسل لجيهانجير. حاضر. نازلي، نازلي. مولاتي السلطانة. نازلي، وينن ولادي؟ بغرفتن يا سلطانة، بس الأمير جيهانجير مو بغرفته. كيف مو بغرفته يعني؟ من شوي إجا لهون نزار آغا وأخده. مولاي السلطان حابب يشوفه سلطانة. أخده على جناحه؟
أنا بشوف يا سلطانة هيام نجيب الحكيمة. ما له لزوم، بعد شوي برتاح. عفيفة خانم، أنا مديونة لإلك بروحي. استغفر الله يا سلطانة. بلى، هديك الليلة لولاكي أنت كنت موتت حالي. هاي إلك. ما فيني أقبلها يا سلطانة، لأنه أنا ما سويت غير واجبي. ترفضي هدية السلطانة؟ الله يديمك يا سلطانة وهيام. سلطانة، جهانجير. أمي، كنتوا مع بعضكم؟ رحت لشوف السلطان وجهانجير كان هنيك. نازلي خديه للأمير على تخته. فيروزة كانت عنده مو هيك؟ لا، ما كانت موجودة، السلطان كان لحاله. سليمان، خير هيام؟ شو الموضوع؟ بدي اطلب منك شغلة يا سليمان، وبتمنى انك توافق. انا حابة انه ابني وقف. فكرتي لشو بده يكون؟ اي، من زمان فكرت، ورح يكون مركز كبير، مركز لمساعدة الفقراء والمحتاجين. اذا بدك هالشي رح خليهم يخصصوا لك ميزانية. مو مشكلة سليمان، بدي ادفع كل تكاليف هذا الوقف من حسابي الخاص، وكمان حابة استضيف بالحرم لك زوجات الأشخاص المهمين بأركان الدولة. بدي ابني هالمركز من خلالهم، وبدي اطلب منهم دعمهم الكامل، بس مو دعمهم المادي، لأنه أنا بحاجة إنهم يكونوا ضمن مجلس الهيئة للوقف. واضح إنك مفكرة بكل التفاصيل. أنا رح أسمح لك تساوي اللي بدك يا هيام، وإذا احتجتي أي شيء بس خبريني. قريباً رح نستقبل عدد كبير من الضيوف، ورح أستضيفهم هون بجناحي، ولهيك بدي إياكم تبلشوا فوراً بالتجهيزات. مين رح يجي يا سلطانة؟ كل نسوان الشخصيات المهمة بالدولة مدعوين لعنا على الحرم لك. سنبول آغا بيعطيكم كل المعلومات وبالتفصيل. ليش عم نلاقي يا سلطانة؟ بس نكون بحاجته فجأة بيختفي من هون. رح تعزمي السلطانة خديجة كمان؟ لا، ما بدي غير بنتي مريم تكون جنبي بهيك يوم. لكن أنا رح روح وبلش بالتجهيز فورا. نزار آغا انتبه، ما بدي أي خطأ بنوب، خصوصا بقائمة الأكل. لا تاكلي هم سلطانة، كل شي رح يكون مثل ما بدكن وأكتر. سامحيني على فضولي يا سلطانة هيام، بس شو السبب وراء العزومة؟ إذا الله راد وساعدني، حابة ساوي وقف لكل الفقراء والمحتاجين. الله يكرمك ويزيدك من نعيمه يا رب. آمين.